السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شركاء النجاح في كل مكان وفي كل زمان، حياكم الله. جود مورنينج دي اكس ان، دي اكس ان نمبر 1، اطلالة سريعة جدا هكلمكم فيها عن القهوة 2 في 1 بالفطر الريشي. طبعا تعرفين كلكم ان فوائد الفطر الريشي فوائد كبيرة جدا، مزيل للسموم والأكسدة من الجسم ويقوي جهاز المناعة ويمد الجسم بالأكسجين النقي. فلذلك أنا أدعوكم إلى استهلاك منتجات دي اكس ان للمحافظة على صحة جيدة جدا وجهاز مناعة قوي. فنجان قهوة دي اكس ان 2 في 1 يعطيك طوال اليوم الطاقة والقدرة على العمل ويخلص جسمك من السموم والأكسدة ويمد الجسم بكل ما يحتاج من عناصر غذائية لوجود الفطر الريشي فيها. فنجان قهوة يعني من شركة دي اكس ان في المقابل فنجان آخر من قهوة عادية. فنجان الآخر من القهوة العادية له أضرار كثيرة جدا كلكم تعرفونها، أما فنجان من القهوة مع دي اكس ان فهو يمد جسمك بالصحة والسعادة ويجعلك طوال اليوم قادر على تنفيذ أعمالك مهما كانت. لذلك أنا أدعوكم إلى تغيير ثقافة استهلاك القهوة من القهوة العادية إلى قهوة دي اكس ان، القهوة الصحية العملية المفيدة للصحة العامة، المفيدة للصحة العامة والتي تمد الجسم بكل ما يحتاج من عناصر غذائية لوجود الفطر الريشي فيها، الذي يعمل على إزالة السموم وطرد الأكسدة من الجسم ويقوي جهاز المناعة ويجعلك في يعني نشاط عالي جدا طوال اليوم. دعوة إلى تغيير الاستهلاك، غير قهوتك وغير حياتك. Good morning DXN.